سمير في الافريقي بانكو، مرحبا. مباراة كبيرة اليوم للنادي الافريقي، ويقولوا الكلوب ما تربحش الكيب الكبار، مي ربحنا نحن كيب ليتوال، عملت معها نول وصفاقس عملت معها نول في بلاد. شوف في الكرة تو في تونس ما ثماش كيب كبيرة وكيب صغيرة، راه تشوف معنا براتيكمو فما مستوى كيبات اكثر شويه من الكيبات الاخرين. تشوف مثلا قفصه تمشي تعمل ماتش نول في صفاقس، ولا تعمل ماتش نول في سوسه وتجي تخسر مع الكلوب، وفهمت دونك ما عادش نحكيو باللغه هذه. سكي كونتا وي كاسي لو روند مون سي لي تادي سبريم تاع الملاعبيه. الحمد لله شفنا الكلوب معناها اليوم في روح اخرى وفريق اخر، مالغري لي ديفيكولتي اللي جات بها قفصه، معناها فريق اللي رفض اللعب معناها 90 دقيقه، ورغم هذاك تمكنا باش نسجلوا 3 اهداف، وهذا باهي المورال تاع الاولاد. بقيت الماتشوات بالنسبه لنا سون دي ماتش دو كوب، توا بقاو 7 مقابلات، يلزم ناخذهم ماتش بار ماتش، يلزمنا نكونوا في نفس المستوى هذا وخير من المستوى هذا باش نجموا نفوزوا بالتيتر ان شاء الله. يعطيك الصحه.